يعني دي رؤية محمد سيف المتخصص الرياضي. طب رؤية الكتاب الصحفيين غير المختصين في الشأن الرياضي، الأستاذ جمال حسين رئيس تحرير الأخبار المسائي له رأي في الكابتن محمود الخطيب، مهم نسمعه. كابتن محمود الخطيب اللي اكيد اللي بينه وبين ربنا هو ده السر الحقيقي، ان هو كان ولا وظل وسيظل محبوبا ومعشوق الجماهير المصريه على كافه انتماءاتها. الحقيقه يعني ايا كان، سواء مشجعين الاهلي او مشجعين الزمالك او مشجعين كافه الانديه الافريقيه، قد يختلفوا ان المشجعين الزمالك ممكن ما يحبوش الاهلي قوي، لكن ما يختلفوش عن حبهم للكابتن محمود الخطيب. زي مشجعين الاهلي ما بنختلفش على حب كابتن حسن شحاته. الحقيقه دي حاجات يعني موروثه من زمان. الكابتن محمود الخطيب كان دايما بيربطه شيء حب او علاقه محترمه او علاقه قويه بالجماهير، هو احترم الجماهير فالجماهير رفعته على اعناق. العلاقه بينه وبين ربنا علاقة حب ومحبة، فدايما اللي ربنا بيحبه بيحبب فيه خلقه، ده اللي كان والدتي ووالدتك وجدتي بتقول الكلام ده، وده اللي احنا شايفينه. النجومية كانت وهو لاعب، وزادت وهو إداري، وزادت وهو عضو مجلس إدارة، وزادت وهو رئيس مجلس إدارة. النجومية لم تخفت والناس بتعشقه بشكل كبير جدا داخل وخارج مصر. يمكن احنا رحنا بلاد كتير، كل بلد بنروحها الناس بتتكلم على الكابتن محمود الخطيب كما لو كان بيلعب امبارح ولا أول امبارح، والناس قاعدة لغاية دلوقتي فاكرة له الأجوان والأهداف اللي أحرزها مع المنتخب والأهداف العالمية اللي جابها في الوقت اللي ما كناش نسمع مثلا عن ميسي وعن ده وعن ده. لا، الخطيب يمكن لو كان موجود في الزمن اللي فيه الكوره زي دلوقتي واهتمام عالمي بالكوره زي اللي موجود دلوقتي، كان اصبح من الناس اللي تاخد الكره الذهبيه والحذاء الذهبي، وكان فاق عدد كبير جدا من نجوم العالم.